أهلا ومرحبا بكم. رؤية لبناء حكومة ناضجة وكابينة وزارية غير مكتملة. هذه المعادلة التي يعيشها العراق اليوم وهي صدام بين الرؤية الاستراتيجية لمفهوم الدولة الحديثة التي تعتمد المواطن أساسا لها وبين جماعات تحاول صناعة صخرة في طريق هذه الرؤية. هذه الصخرة ليست سوى المحاصصة التي يرفضها الجميع في علنهم، ولكن الكثير منهم يعمل بها ويحاول ترسيخها في واقع العملية السياسية. من جهة أخرى، وخلال 15 عاما من سنين المحنة التي مرت على هذا الشعب والمواطن المسكين لا يملك غير الصبر حتى بدأ ينفد منه، ولعل الانتخابات الأخيرة مؤشر واضح على نفاد صبر المواطن. ومع ذلك يأمل العراقيون في عقلية مستقلة اقتصادية وسياسية تقود البلاد والعباد إلى بر الأمان وتمنحهم الطمأنينة التي يمكن أن تكون عكازهم الوحيد الذي يرشدهم إلى الضوء في نهاية النفق. هذه البشرى في النهاية يصنعها السياسي ويعيشها المواطن، ويستمد كل منهما وجوده من الآخر. ولعل أولى هذه البشائر هو الاتفاق في الرؤية السياسية بين رئيسي الدولة. يشير الكثير من العراقيين إلى أن الدكتور عبد المهدي قدم بذكاء كبير رؤيته مع رؤية غيره في اختيار الوزراء، فكان أن اختار مجلس النواب رؤيته ولم يصوتوا على بعض الوزراء في كابينته، لأنهم أدركوا أنهم لا يسيرون ضمن ما أعلنوا من استراتيجية خاصة بوزارته الجديدة التي يريد الجميع لها أن تنجح وتكون وزارة خدمة للمواطن. وما يحسب له أيضاً أنه أحرج الأحزاب جميعاً بفتح ترشيح إلكتروني مباشر لشغل مناصب كابينته، وهو عمل ذكي ليتيح لكل أبناء الوطن الطامحين في خدمة وطنهم أن يتقدموا لذلك. ومع هذا، فإن تشكيل الحكومة لم يأتي بما ينتظره الشعب نتيجة الاصطدام بصخرة المحاصصة التي لم يتخلص منها الواقع العراقي بعد، فيما أعلنت كتل سياسية بشكل صريح أنها ستذهب إلى خانة المعارضة، وهو ما يتمناه الجميع أن تكون معارضة فاعلة في الواقع العراقي تراقب أداء الحكومة وتنتقد وتصحح ومن ثم يستقيم الأداء. كل هذه التفاصيل وأكثر سنخوضها في أوراق مواطن، لكن بعد هذا الفاصل. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور صلاح فوشي، محلل سياسي وخبير استراتيجي، وأيضا الأستاذ جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين. وأبدأ مع دكتور صلاح. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني بداية، كيف تقرأ منح الثقة للكابينة الوزارية غير المكتملة وأدائهم لليمين الدستورية؟ مساء الخير عليكم وعلى الجمهور العراقي. بالتأكيد تشكيل الحكومة لم يكن في السياق المهني التي ربما حددتها رغبات السياسية للطبقة السياسية، والتي أعلنت مسبقا بإتاحة المساحة الواسعة للسيد عادل عبد المهدي في حرية الاختيار، لكن في مرحلة التنفيذ قد سحبت هذه المساحة أمام عبد المهدي، وأصبح السيد رئيس الوزراء المكلف في محنة قد تكون محنة سياسية ومحنة مجتمعية، وبالتالي حاول أن ينتزع هذه الضغوطات بطريقة التفاوض، أو ربما قد تكون بطريقة الإرضاء للطبقات السياسية من جانب، ولما شرع له من خلال تأسيس نافذة إلكترونية، وللأسف هذه النافذة الإلكترونية أصبحت مثل السراب الغائب التي ربما لم تحقق شيئا إيجابيا لإرضاء الرأي العام. يعني بس يعني دكتور صلاح، يعني شو ما كانت بالمستوى المطلوب، يعني 8 وزراء أيضا لم يتم منحهم الثقة، بالنتيجة يعني لربما هؤلاء المرشحين لم يكونوا بالمستوى المطلوب، فيما منح آخرون الثقة لأنهم كانوا بمستوى الطموح أو بالمستوى الذي من الممكن أن يقود الاستراتيجية التي وضعها الدكتور عبد المهدي. نعم، كان السيد عادل عبد المهدي مضغوط من ناحية التوقيت الدستوري، هذه
من يعني من من نعم. من ناحية، ومن ناحية أخرى الضغوطات السياسية والكم الهائل من الأسماء التي هم قريبين من الزعامات السياسية والتي ترغب بها الكتل السياسية، وبالتالي دمرت ما رسم إليها السيد عادل عبد المهدي في حرية الاختيار. قضية قد تكون هذه مكتملة أو غير مكتملة، قلنا في السابق نتيجة الرؤى السياسية والتحليل الدقيق أن السيد عادل عبد المهدي لا يستطيع تمرير الكابينة كاملة، وقد عطرها جزئيا لعدة أسباب. أولا لتحقيق الشرعية القانونية والدستورية لرئاسة لمجلس الوزراء، أيضا قد يعكس ولو صورة جزئية على أنه الحرية الاختيار هي موجودة، لكن واقع الحال يترجم لأن حرية الاختيار مسلوبة من السيد عادل عبد المهدي. طيب يعني دكتور، شلون تقرأ المستقبل في عملية اختيار الثمان وزراء اللي لحد الآن مقاعدهم وحقائبهم شاغرة؟ أيضا هم أنا ممكن بعض المرشحين اللي تم رفضهم يرجعون لترشيح مرة ثانية، ممكن أنه أيضا هذول الثمانية يمنحون الثقة، يعني كيف تقرأ الواقع؟ يعني بالدرجة الأساسية واقع الحال، واقع الحال لتمرير كابينة عادل عبد المهدي تعتمد بالدرجة الأساسية على التفاوض والتوافق، لم يكن هنالك خطوة عبر إطار التوافق بين الكتل السياسية، وربما قد يكون السيد عادل عبد المهدي مثل دور حرية الاختيار، لكنها مضغوطة، وبالتالي قد تمرر أسماء أخرى ما تبقى من الكابينة الوزارية الذي ربما قد يحسب على سيد عادل عبد المهدي فشل في تطبيق حرية الاختيار، لكن هذه الأسماء التي ربما قد تكون بعض الكتل السياسية ستتدخل في اختيار الكابينة الوزارية المتبقية لسد الخلل الذي حصل بالاتفاق مع عادل عبد المهدي، فستكون هنالك ربما دور للكتل السياسية أكثر بكثير من للسيد عادل عبد المهدي، وأصبح مقيدا بالتوافق. نعم. طيب دكتور جبار، أهلا وسهلا بك. دكتور، كان هناك بيان لنقابة الفنانين بشأن حقيبة الثقافة الوزارية، يعني كيف تعلق على هذا الموضوع؟ يعني النخب المثقفة تعتقد أنه لم يتم ترشيح أحد من الوسط الثقافي ينوب عنها في الوزارة. نعم، نحن كنقابة فنانين عراقيين لا نحب أن يتم تجاوز دورنا في المشهد الثقافي والفني العراقي، لذلك صدرنا هذا البيان. نحن لا نطالب أن يكون وزير الثقافة يعني باشتراط أن يكون أديب أو فنان أو شاعر أو نحن نريد رجلا يفقه في إدارة الثقافة والفنون. نريد رجلا يكون قادر على وضع برنامج للتنمية الثقافية والتنمية الفنية في البلد. المشكلة أنه إحنا طيلة السنوات السابقة لمسنا إهمالا شديدا لهذه الوزارة من قبل الدولة والتشكيلات الحكومية المتعاقبة. لذلك الآن رفعنا صوتنا حاليا، كون أننا قد استلمنا نقابة الفنانين العراقيين مؤخرا، يعني منذ أكثر من شهرين تقريبا. نحن نريد وزارة ثقافة تمد يدها للجميع، لا وزارة ثقافة تجلس في برج عاجي. نعم. يعني دكتور جبار، يعني قد تأتي أيضا شخصية تمثل الوسط الثقافي لكن لديها انتماء حزبي، بالنتيجة أنت تعرف يعني البرلمان هو مكون من عدد من الأحزاب تشترك في الانتخابات، تفوز وتحصل على مقاعد برلمانية. كيف سيكون أو كيف ستتعاملون مع الموضوع؟ تريدون شخص مستقل؟ تريدون شخص لا بأس أن يكون من الوسط الثقافي لكن لا معنى؟ ما يهمني الشخص يكون متحزب أو يكون مستقل أو يكون جاي من القمر. أنا اللي يهمني رجل قادر على إدارة هذا الملف ويكون عنده تأثير في مجلس النواب من أجل أن تكون هناك موازنة جيدة لهذه الوزارة، كي تستقيم كل القطاعات الثقافية والفنية عن طريقها. لماذا يعني أغلب الفعاليات الفنية والثقافية
نجد العبارة الجاهزة على أن لا تتحمل الوزارة أي نفقات. نعم. هذه قضية أصبحت معرقة حقيقة لكل الفنانين ولكل المثقفين. عندما نطلب الدعم من هذه الوزارة لأي فعالية نجاب بالإجابة عدم وجود تخصيصات مالية. لذلك نريد وزيرا يكون له تأثير قوي في البرلمان من خلال تصعيد أو إعلاء شأن وزارة الثقافة ماليا، وهذه نقطة جدا مهمة ومفصلية. وكذلك نريد رجلا مثل ما ذكرت قبل قليل قادر على إدارة العملية الثقافية. أنا لست بحاجة إلى 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 شاعر أو فنان أو 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 أديب وهو لا يعرف كيف يدير هذه. طيب يعني دكتور جبار إذا تسمح لي، كبير المهم إذا تسمح لي هنا أسألك، يعني لم تمنح وزارة الثقة وزارة الثقافة الثقة، هل بسبب اعتراض الأوساط الثقافية أم بسبب التوافقات السياسية داخل البرلمان؟ اعتدنا منذ 15 عاما على التوافقات السياسية، ونحن كشعب وكمثقفين وكفنانين نحلم بأحلامنا الخاصة. خلص اتفاقات سياسية ونقطة على السطر. نعم. شئنا ما بينا. لذلك نريد أن نخرج بأقل الخسائر الممكنة. يعني تقصد أنه توقف منح الثقة عن وزارة الثقافة بسبب توافقات سياسية، يعني مو بسبب ضغط الشارع؟ لا اطلاقا. كل الوزارات ما فيها وزارة الثقافة هي خاضعة للمحافظة اللعينة التي اوجدها بريمر. نعم. لذلك نحن ضد المحافظة طبعا، لكننا نقول ان كان لابد من هذه المحافظة فلنخرج باقل الخسائر الممكنة. طيب دكتور صلاح، يعني جبار الدكتور جبار يتحدث اذ كانت حتمية المحاصصة يعني هي قدر العراقيين، خلينا نخرج باقل الخسائر. يعني هل تعتقد ايضا ان سيد عادل عبد المهدي اتبع ايضا نفس هذا المبدأ في عملية تقديم كابينته وتشكيل الحكومة الوزارية؟ يعني الى اي حد راعى بين مطالب الشعب وايضا مطالب السياسيين؟ بالمناسبة خلينا نكون صريحين. نعم. يعني عملية التوافق وعملية اختيار الكابينة الوزارية بمبدأ التوافق والتشاور السياسي، ولا يؤخذ بالرأي العام أو الرأي المثقفين أو المؤسسات الثقافية والفنية أو الشخصيات المعنية، خصوصا في ملف تأجيل اختيار وزير الثقافة على سبيل المثال. العملية هي ذات أسباب توافقية ما بين كتل سياسية تناحرت. طيب بعد ليش ما صوت البرلمان على 8 وزارات؟ للأسف أنه كان صوت البرلمان وخصوصا هيئة رئاسة البرلمان لم تشير إلى مواقف إيجابية، وقد ربما لم تظهر هوية البرلمان على اعتبار أنه هو مؤسسة برلمانية لها الصلاحيات ولها الرأي الأوسع والأكثر شمولية، لكن تركت الصراعات والجدالات حتى في يوم تشكيل الكابينة الوزارية. فعملية الاختيار هي معتمدة على رضا الزعامات السياسية، وخصوصا كل الأسماء التي حتى مررت هي قريبة، قد تكون قريبة اجتماعيا أو قريبة بالنسب من زعامات ورؤساء وشخصيات حزبية معروفة. للأسف أنه حتى مشروع اختيار عبر البوابة الإلكترونية، ويفترض على السيد عادل عبد المهدي أن يقدم اعتذار للطبقة المثقفة والشخصيات الأكاديمية والعلماء العراقيين الذين ربما قد صدقوا بهذه الخطوة، ووجودهم وكثير من الأسماء قدمت عبر النافذة الإلكترونية ليس طمعا بالسلطة أو المشاركة في الكابينة، لكن بالدرجة الأساسية لنجاح العملية ومساعدة السيد عادل عبد المهدي. طيب دكتور صلاح بوشي المحلل السياسي وأيضا نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي، شكرا جزيلا لكما.
ونعود مرة أخرى لكم أعزائي المشاهدين من داخل الاستوديو، ومعي في الاستوديو الأستاذ رزاق محيبس نائب عن تحالف البناء، أهلا وسهلا بك. وأيضا معنا مهند الهلال نقيب الأكاديميين العراقيين، أهلا وسهلا بك دكتور. يعني أبدأ معك أستاذ رزاق، يعني سمعت إلى حديث دكتور صلاح وأيضا دكتور جبار بشأن تشكيل الكابينة الوزارية، وهو حديث إشارة يعني حقيقة. إلى أي حد تعتقد أن السيد عادل عبد المهدي استطاع أن يوفق بين طموح العراقيين وأيضا رغبات الكتل والأحزاب السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الرشيد الفضائي. بالتأكيد خطوة الألف ميل تبدأ من الخطوة الأولى، ونحن لازلنا في بداية المرحلة الانتقالية بعد عام 2003، وسبق أن أشرت على أن 15 عام اللي فاتت كانت كلها محاولات للوصول إلى المرحلة الانتقالية لكنها لم تنجح. هذا العام إن شاء الله نجحت المحاولات للوصول إلى المرحلة الانتقالية، لازلنا داخل المرحلة الانتقالية، وبالتالي بالتأكيد أي مشروع تغيير، نعم أي مشروع تغيير سوف يواجه في بداياته إلى الكثير من الإرهاصات والإرباك والمضايقات والعرقلة والتشويش والتشويه، لكن بالنتيجة الإرادة الحرة القوية الصلبة هي من ينتصر. فبالتالي ما تحقق خلال هذا العام على أيدي مجلس النواب العراقي من خلال القوة السياسية متمثلة خصوصا بالبناء والإصلاح، من اختيار الرئاسات الثلاثة وفق التنافس الشريف داخل قبة البرلمان بعيدا عن المحاصصة وبعيدا عن التخندق الطائفي، وهذه مهمة. احنا خلال 15 عام الفاتت كنا يعني نعاني من قضية المحاصصة ومن قضية التخندق الطائفي، بس الشارع بعد الحد الآن يشوفها أنه هي هذه محاصصة. المرحلة الأولى بس الحمد لله، نعم. يعني لحد الآن الشارع يشوف أنه ما تم اختيار الرئاسات الثلاث وأيضا تم اختيار الوزراء كان بنفس محاصصة. حتى أجاوبك اسمحي لي، فبالنتيجة الخطوة الأولى المهمة اللي تحققت ونعتبرها إنجاز ونعتبرها هي يعني فعلا مرحلة انتقالية بتاريخ العراق ما بعد 2003، هي أنه تم اختيار الرئاسات الثلاثة بعيدا عن المحاصصة وبعيدا عن التخندق يعني الطائفي. يعني شلون بعيدا عن المحاصصة؟ يعني مثلا يعني المحاور التي تنافست داخل قبة البرلمان هي محاور ليست طائفية، محور البناء ومحور الإصلاح، كل المحورين يضم جميع مكونات الشعب العراقي، على العكس من المراحل السابقة كان التنافس بين التحالف الوطني اللي هو التحالف الشيعي وتحالف القوى اللي هو التحالف السني والتحالف الكردستاني اللي يمثل الكرد. هذا العام ما حصلت هذه القضية. بس بقى يعني رئيس يعني خطوة مهمة. الجمهورية بقى رئيس الجمهورية كردي، بقى رئيس الوزراء شيعي، رئيس البرلمان سني، هذه اللي يتحدث عنها الشارع العراقي، هذه المحاصصة اللي هذا مو محاصصة، هذا توازن دستوري، لأن الدستور كفل حق التوازن المكوناتي. الدستور ما كفل المحاصصة، بس قال أن جميع مكونات الشعب يعني أن تكون حاضرة. نعم نعم، حفظ التوازن. حفظ التوازن، نعم. يعني بهذا الشكل بين بهذا التوزيع بين مكونات، وما قال هذا إلا رئاسة البرلمان شيعي وإلا رئاسة الجمهورية كردي وإلا رئاسة مجلس النواب سني، لا ما قال هيك، نعم. لكن قال أن يفترض يجب أن تكون كل مكونات الشعب العراقي حاضرة في مركز صناعة القرار. جت القوى السياسية رتبت هذه المادة وفق التوافق السياسي. محاصصة يسميها لا مو محاصصة العراقي. يعني أنت هسه مثلا الأغلبية في العراق هي أغلبية شيعية، نعم. من حقهم أن يكونون في مركز القرار لولا فبالتالي بما أنه الأغلبية الأخوة الآخرين وافقوا على أن تكون رئاسة الوزراء لهم، بقت عندنا رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، هذه صارت نتيجة توافق بين المكون السني والمكون الكردي. أن المكون السني اختار رئاسة المؤسسة التشريعية وهي أعلى سلطة في البلد، نعم. والمكون الكردي اختار رئاسة الجمهورية وهي جزء من الجهاز التنفيذي. فهذه ليست محاصصة، هل يمكن إنما يعني هي حفظ بالمستقبل توازن. بس إذا تسمح لي، هل يمكن بالمستقبل عملية حفظ؟ ما خليتيني أجاوبك على سؤالك ولا أوصل فكرتي. هو حوار أستاذ، نقاش، يعني واحد ياخذ بس ما تطلنا مجال. لا بالعكس بالعكس أستاذ، كل المجال لك، بس إذا تسمح
اسمح لي يعني حتى اتداخل وياك شويه، هل تعتقد انه في المستقبل من الممكن انه عمليه حفظ التوازن هذه انه تصير بها عمليه تدوير، يعني مثلا يكون رئيس الوزراء كردي؟ سؤال جميل وشكرا لك عليه. نعم، وانا قلت الخط الالف خطوه او الالف خطوه الالف ميل تبدا بالخطوه الاولى. نعم، هسه الخطوه الاولى احنا اول مره نختار رئاسات ثلاثه بدون محاصصه او تخندق طائفي. نعم، يعني المرحله القادمه بالتاكيد راح نتقدم اكثر في موضوعه التغيير الحقيقي والاصلاح الحقيقي. لانه لا تنسين انت لا زال عدم الثقه وعدم الاطمئنان موجود بين الكتل السياسيه وبين حتى المكونات. لكنه من نصل الى مرحله الاطمئنان لبعضنا الاخر لا بأس، وشيء طبيعي جدا ان يكون منصب رئيس الوزراء لاي مكون اخر ورئاسه الجمهوريه كذلك ورئاسه البرلمان. لانه اذا 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 مطمئنين على ان من سيتولى هذا المنصب سوف ينصب عملية الشعب. الطمأنينة استاذ، يعني كيف تفسر عملية الطمأنينة؟ يعني احنا معقولة مكونات في العراق لا تطمئن لبعضها واحنا عايشين كلتنا سوا؟ يعني المكونات الشعب العراقي ان شاء الله مطمئنة لبعضها. نعم، لكن عدم الاطمئنان حصرا بين القوى السياسيه. القوى السياسيه لانه هي القوى لازم السياسيه بصراحه هي تراكم الشعب، يعني تراكمات الماضي، تراكمات نظام صدام وحزب البعث القت بظلالها على ذهنيه السياسي ما بعد 2003 وخصوصا القوى المعارضه. وبالتالي هاجس عدم الاطمئنان كان حاضرا طيله ال 15 عام الماضي. الان لا، بدأ هذا الهاجز يعني أو الخوف يتبدد، وبدأت إن شاء الله الثقة وجسور الثقة تتعزز بين القوى السياسية، وهذا ما لاحظناه. طيب، أول مرة يصير عندنا داخل العراق أو داخل البرلمان ائتلاف يضم كل مكونات الشعب، ويقابله أيضا ائتلاف يضم كل مكونات الشعب، فكان تنافس ديمقراطي حقيقي داخل قبة البرلمان، أفرز رئيس برلمان وأفرز رئيس جمهورية. وبالتالي الخطوة الثانية اللي توفقنا بها اخترنا رئيس وزراء مستقل، وهي ما موجودة بال 15 عام. كان المعروف عليه أن التحالف الشيعي يقدم رئيس وزراء ويمشي بالمحاصصة. طيب، الآن لا، رئيس الوزراء وفق ما رادوا الأخوة الآن بحديثهم الأساتذة أو حديثك أنت حضرتك قلتي إحنا بحاجة إلى رئيس وزراء مستقل واقتصادي. لا استاذ، احنا هسه اللي اختارينا نطرح وجهه نظر الشارع. نعم، يعني احنا ما عندنا راي كامل. وجهه نظر الشارع راد مستقل واقتصادي. الان احنا قدمنا للشارع رجل مستقل واقتصادي. نعم، وهو الدكتور عادل عبد المهدي. طيب، اذا وما اجى بالمحاصصه ولله الحمد. نعم، اجى. طيب، راح ارجع لك اذا مستقل ومرشح تسويق. اذا تسمح لي انتقل. نعم، الى دكتور مهند. دكتور، يعني الى اي حد الكابينة الوزارية ترضي الشارع العراقي، المجتمع العراقي، وأيضا نقابة الأكاديميين؟ يعني لا أحد تعتقدون أن الكابينة التي الوزراء الذين منحوا الثقة هم أكاديميين وكفؤين أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للضيف الكريم ولقناتكم والمشاهدين الأكارم جميعا. الكابينة الوزارية، لنرجع قليلا للوراء ونرى أن أجواء الانتخابات أفرزت برلمان يشوبه في بعض ما تناقلته وسائل الإعلام الكثير من اللغط حول نتائج الانتخابات. تفاءلنا كثيرا في اختيار الدكتور عادل عبد المهدي لتشكيلة الحكومة. نعم، إلا أن تفاؤلنا هذا سرعان ما تبدد في لجوء الدكتور عادل عبد المهدي إلى إلغاء النافذة الإلكترونية وإلغاء ما يمكن للأكاديميين والمثقفين وعلماء العراق النفاذ إلى ميدان الخدمة العامة، والاستيزار ليس رغبة منهم في الحصول على غنائم في تلك الوزارات بقدر ما هو ميدان للخدمة العامة، ميدان لخدمة الشعب العراقي ولبلدنا الحبيب. طيب، يعني برأيك
لم يستقدم أو لم يستزير أي من الوزراء الموجودين، هم من كانوا من عن طريق الترشيح الإلكتروني؟ للأسف لدينا معلومات، هنالك أكثر من 1000 أكاديمي حامل شهادة عليا وأستاذ جامعي قدموا من خلال النافذة الإلكترونية، لكن للأسف لغاية الآن لم يتم تكليف أي منهم، وبالتالي تبادر إلى الأذهان أن موضوعة النافذة الإلكترونية للأسف كانت هي يعني عبارة عن نعم. بس وزير التعليم يعني عنده أكاديمية شهادة أكاديمية عليا، لحد الآن لم يكلف وزيرا للتعليم العالي. عندما يكلف وزير التعليم العالي سيكون لنا أيضا موقف من نعم. ذلك، إلا أن الموضوع لم يتعدى كون طرح أسماء. نعم يعني نعم. المرشح اللي نعم. مرشح. ما منح الثقة يعني نعم. كان عنده شهادة أكاديمية عليا، لم يمنح لغاية الآن، وحينما يمنح الثقة سيكون لنا موقف ويكون لنا رأي إن كان رشح أو لم يرشح لهذا الموقف. لحد الآن لم يرشح بشكل رسمي. نعم. طيب يعني برأيك إذن لماذا يعني تم فتح الترشيح عن طريق الإنترنت؟ نعتقد أن التوافقية التي جاء من خلالها الدكتور عبد المهدي أملت عليه الكثير من الأمور، وبالتالي كان لديه رغبة كبيرة في الحصول على حكومة نعم. من التكنوقراط، من الأكاديميين، من العلماء إلى آخره، إلا أن التوافقية عادت وألقت بظلالها من جديد حول اختياراته في اللحظات الأخيرة. هذا هو رأينا من خلال رؤيتنا للواقع. نعم. طيب يعني أستاذ رزاق، أنت كنت موجود في الجلسة اللي نعم. تم فيها منح الثقة، بعض الكتل زعلت وطلعت من المجلس، وأيضا عندك 8 وزراء لم يمنحوا الثقة. نعم، الخلاف داخل قبة البرلمان شيء صحي وطبيعي نعم. جدا، ولا يوجد برلمان في العالم لا توجد فيه خلافات داخل قبة البرلمان، لكن ما يميز هذه الخلافات إنها حالة صحية، إنها في من أجل مصلحة الشعب، من أجل مصلحة العراق، هي لم تكن خلافات لمصلحة شخصية، لأن احنا اتفقنا منذ البداية أن نتنازل عن استحقاقنا الانتخابي ونقدمه نعم. للسيد عادل عبد المهدي، وهكذا فعل تحالف الفتح وتحالف سائرون. والوزراء بصراحة اللي تم اختيارهم خصوصا الوزراء الشيعة، خلينا نحكي بصريح العبارة يعني بالعناوين الصريحة نعم. هم كلهم اختيار الدكتور عادل عبد المهدي. أما الوزراء الذين يمثلون المكون السني والمكون الكردي فكانت عملية يعني توافقية بين القوى السياسية الممثلة للمكون السني وبين القوى السياسية الكردية الممثلة الكردي بأن يقدموا أسماء للسيد عادل عبد المهدي، 5 أسماء لكل وزارة، والسيد عادل عبد المهدي هو من يختار أو يرفض، وبالتالي هو أيضا اختار. يعني تحالف البناء ما قدم أي مرشح؟ تحالف الفتح، لأن البناء قلت لك بمكون سني، فالقوى السنية المنضوية تحت تحالف البناء قدمت أسماء للسيد عادل عبد المهدي، لكل وزارة قدموا 5 مرشحين وهو يختار نعم. وكذلك القوى السنية المنضوية تحت تحالف الإصلاح أيضا قدمت للسيد عادل عبد المهدي، والمكون الكردي كذلك قدم، لكن تحالف الفتح وسائرون تنازلوا تماما عن استحقاقهم الانتخابي وأوكلوا السيد عادل عبد المهدي بمهمة الاختيار لهذه الوزارات. طيب. فما تم اختياره نعم. بصراحة بالنسبة للوزارات المحسوبة للمكون الشيعي هو تم من قبل السيد عادل عبد المهدي حصرا. أما ما يمثل أو ما يمثل استحقاق المكون السني والكردي فهو عملية تشاورية بين القوى الممثلة طيب. للمكون السني والكردي وبين عادل عبد المهدي. إذا تسمح لي نعم. يعني أسألك هنا، الوزراء اللي تم منحهم الثقة هم مستقلين أم هم أيضا تابعين لأحزاب سواء كانوا شيعة أو سنة أو كرد؟ بالنسبة للشيعة يعني حقيقة مستقلين وتم اختيارهم من قبل الدكتور عادل عبد المهدي. بالنسبة للمكون السني أنا قلت لك يعني هم قدموا 5 أسماء والدكتور عادل عبد المهدي اختار. المكون الكردي أيضا قدم 5 أسماء والدكتور عادل عبد المهدي اختار. فلا أعرف هل هم مستقلون أم ينتمون إلى
جهات حزبية أو يعني قسم ينتمي وقسم لا ينتمي، لكن أعتقد أن القسم منهم ينتمي، لأن دكتور عادل عبد المهدي ذكر في كلمته أن تم اختيار كابينة حكومية قسم منها ينتمي إلى أحزاب وقسم لا ينتمي إلى أحزاب. يعني هسه صار عندنا وزراء مستقلين، وزراء مستقلين ووزراء لا لديهم خلفية سياسية، خصوصا في الوزراء اللي يمثلون المكون الكردي واللي يمثلون المكون السني. طيب يعني كيف تعلق على النسب، نسب التوزيع في في الوزارات؟ يعني 54% للشيعة، 28% للسنة، و 15% للكرد. بل هذه بصراحة تأتي حسب يعني ما يمثله هذا المكون من ثقل وحجم حقيقي موجود على الشارع العراقي. فالشيعة اليوم أو المكون الشيعي ما يختلف على الاثنين أنه يمثل الأغلبية في العراق، فبالتأكيد يعني، طيب يعني هي يأخذ هذه النسبة الأكبر. رزاق، ليش يعني بهذه الآلية يتم اختيار الوزراء؟ احنا هسه ماذا نحكي عن برلمان، ده نحكي عن وزراء. لماذا بهذه آلية التوزيع وحفظ التوازن؟ يعني أنت عندك وزراء، الوزير هو مهمته تنفيذية ومهمته ما لها علاقة برؤية سياسية، هو عنده برنامج ينفذه. ليش ما أكو اعتماد على مبدأ الكفاءة لا مبدأ الانتماء؟ جيد، وجهة نظر محترمة، لكن أعود وأقول أننا لازلنا في المرحلة الانتقالية، نحن لم نعبر المرحلة الانتقالية اللي تأهلنا أن نختار كابينة حكومية بهذه الطريقة اللي تفضلت بها. لكن لا بأس الآن أن نوائم بين الكفاءة والمهنية والخبرة والنزاهة وبين الاستحقاق المكوناتي. شنو الضير أنه يكون يتم اختيار على أساس كفاءته فقط في هذه المرحلة؟ ما الضير يعني أستاذ رزاق؟ أنت عندك شارع، بس إذا تسمح لي، عندك شارع اليوم، وأعتقد أنت متابع لردود أفعال الناس، الناس تقول لك هاني ما لي علاقة بعد، إحنا ملينا من هذه الاسطوانة، إحنا شعب صار له 15 سنة جرب المحاصصة وما حصل شيء، ما حصل خدمات، يشعر بالإحباط. ليش أنت تحصرني في هذه الخانة، في خانة حفظ التوازن؟ ليش ما تجيب لي أشخاص كفؤين؟ أنا شي العلاقة بعدين بالأخير انتماء سواء كان إلى هذا المكون أو ذاك. نعم، الشعب صحيح ما له علاقة بالمقدمات، يريد خدمة، هسه منو يجي يقدم له خدمة ما عنده مشكلة، نعم مثل ما تفضلتي. لكن أنا أنطيك الموضوع أعللك إياه بنقطتين. النقطة الأولى أن مجلس الوزراء هو مركز صناعة القرار في العراق، هو المجلس التنفيذي، مسؤول عن الأمن والخدمات. فهل من المعقول أني أهمش بي مكون أو أكثر من مكون وأقفل المكون واحد؟ هذه القضية الأولى. القضية الثانية، من يضمن أني إذا اختاريت الكابينة الحكومية كلها من مكون واحد؟ وليش كلها من مكون يضمن واحد؟ من يضمن بشكل عشوائي على أساس الكفاءة أستاذ رزاق؟ قلت لك أنا الوزراء اللي اختارهم سيد عادل عبد المهدي، نعم، أغلبهم هو اختياره، أي بعيدا عن قضية المحاصصة أو التوافقية، لكن ما تم تقديمه من المكون السني والمكون الكردي ما قبلوا يتنازلون عن استحقاقهم الانتخابي. طيب، هم نجبرهم إحنا؟ لا، طيب، إلا تتنازل. اللي يتنازلوا فقط هم الفتح وسائرون، وأعطوا الحرية لعادل عبد المهدي أن يختار، فهو اختار، بعد هو يتحمل المسؤولية، إحنا طيب ما نملي عليه. طيب إذا تسمح لي أنتقل دكتور مهند، دكتور يعني ما الضير إذا أجا وزير عنده خلفية حزبية؟ يعني ما الضير؟ لا، ود من توفر جانب الخبرة في بعض الوزارات، بل في أغلب الوزارات، لا سيما أو من خلال متابعتنا لل الظروف السياسية التي أحاطت في العراق منذ 15 عام، أثبتت بما لا يقبل الشك استيزار شخصيات حزبية تتحمل عبئاً كبيراً وتتحمل يعني كل النتائج التي وصل إليها البلد خلال هذه الفترة، وبالتالي فإحنا نجد أنفسنا مضطرين إلى الاعتماد على الكفاءات والعلماء كحل أو كجزء من الحل للوصول إلى بر الأمان في إدارة الدولة.
وفي ما ينتظره شعبنا منا. نعم. طيب يعني دكتور، هذه السنوات الطويلة مع العملية السياسية في العراق يعني أنتجت إحباطات، أنتجت أزمات. نعم. وأنتجت أزمات مباشرة تمس أمن وخدمة المواطن. نعم. هل تم في يوم من الأيام طرق باب نقابة الأكاديميين وطلب المشورة منهم أو الإسعاف على الأقل من قبلهم، من قبل الأكاديميين، الناس اللي عندهم خبرة، الناس الكفوءة، الناس اللي تعرف تتعامل مع الأزمات؟ يعني أنت تعرف مثلا كان في فترة من الفترات الأمن مثلا أزمة جدا كبيرة، اليوم عندنا مرحلة ثانية اللي هي قصة الخدمات، الكهرباء والماء، في مثلا الماء، قصة الماء في البصرة، وأيضا المثنى، بعض أطراف الناصرية. طيب عندك أيضا قصة أخرى اللي هي إعادة إعمار المناطق المحررة. يعني هل يعني ملفات كثيرة يحتاج لها أشخاص كفؤين حقيقة، يعني هل طرق بابكم أحد؟ للأسف نحن من طرق باب الآخرين، قدمنا حلولا، قدمنا رؤى في هذا الاتجاه وفي أكثر من اتجاه آخر. للأسف لم يطرق باب الأكاديميين وأساتذة الجامعات في أي اتجاه من الاتجاهات التي ذكرتم في سبيل خدمة، وهي خدمات يقدمها الأساتذة مجانا، وهذه ليس منا على شعبنا الحبيب، إلا أن الإجابة بصراحة هي لم يتم طرق باب نقابتنا في أي اتجاه من هذه الاتجاهات. طيب ليش برأيك دكتور؟ يعني هذا غلبة صفة التوافق وعدم الإمكانية في الخروج من عباءة التوافقات والمحاصصة إلى آخره، التي أنتجت أزمات الواحدة تلو الأخرى، وبالتالي تحمل الأكاديميون والعلماء وزر ما ليس لهم به ذنب. نعتقد أن خير وسيلة لتجاوز هذه المحنة هي العودة إلى الكفاءات، العودة إلى العلماء. هنالك 8 وزارات متبقية. نتمنى على السيد رئيس الوزراء العودة إلى المنظومة أو النافذة الإلكترونية لاختيار الشخصيات الكفوءة للاستيزار لتأدية الخدمات. ولو شخص مثلا من قبل الأكاديميين، ولو شخص من قبل الأوساط الثقافية يمثل مثلا وزارة الثقافة. بنفس الوقت يعني أسألك دكتور، هل تعتقد أن الأكاديميين قادرين على إدارة ملف تنفيذي، خصوصا إذا كنا نتحدث عن وزارة، أنه يكون وزير ويقود ملف تنفيذي، وأنت تعرف يعني هناك مشاكل كبيرة في الوزارات، هناك موظفين، هناك فساد، هناك قضايا كثيرة. يعني مثلا على الأقل الحقيبة الوزارية لوزارة التعليم العالي مثلا أنه يتسنمها شخص أكاديمي في كل الوزارات، ليس في وزارة التعليم العالي. نعم. الأكاديميين هم ناس متخصصين مختصين في مجالات عملهم. الأكاديميين والعلماء في العراق لهم الفضل الكبير في بناء بلدان كبيرة نتيجة عدم توفر الظروف الملائمة لهم، لبعضهم في داخل العراق، مما اضطرهم إلى مثلا الخروج إلى بلدان أخرى. نرى بلدان كبيرة تطورت وأسعفتها العقول العراقية، فما الضير في استخدام هذه العقول في بناء البلد؟ نرى أن العقول العراقية قادرة في كل الإخصاصات، في كل الوزارات، ليس في وزارة التعليم العالي، على تقديم خدمات جليلة، خدمات علمية متخصصة تؤهلها إلى إدارة ملفات مهمة تنفيذية وزارية إلى آخره من المهام، لو أتيحت الفرصة لهذه. أكو فرق دكتور يعني بين تقديم خدمة وبين إدارة، وبين إدارة. الإدارة هي خدمة بصورة عام، الإدارة هي خدمة عامة. الأكاديميين، النقابات، الاتحادات هي منظمات ذات نفع عام. كنا نتصور أن النافذة الإلكترونية قد تتيح للعلماء المثقفين النفاذ إلى ميدان الخدمة العامة، إلا أن النتائج للأسف لم تكن بما كنا نتوقع. نعم.
طيب يعني أستاذ رزاق، لدينا الكثير حقيقة من الأزمات في العراق نتحدث عنها اليوم، يمكن ملف الخدمات أو ملف آخر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة اللي هو ملف الفقر في العراق. تعرف النسبة اللي أعلنتها وزارة التخطيط هي 32% أعتقد أو 30%، لما نتحدث عن نسبة أكثر من الربع من المجتمع هم فقراء وهم ما دون خط الفقر. يعني هذه الأزمات كيف سيتعامل معها الوزراء؟ يعني كيف ترى أنت؟ كيف تعلق على هذا الموضوع؟ قبل لا أجيب على السؤال أنا أضم صوتي للدكتور ونقيب الأكاديميين بصراحة، وأدعو السيد عادل عبد المهدي إلى التشاور مع نقابة الأكاديميين والاستفادة من العقول الموجودة في هذه النقابة، سيما وأن هناك باقي 8 وزارات وهناك هيئات ستكون المرحلة الثانية وهناك وكالات في الوزارات ومدراء عامون، وبالتالي يفترض الاستفادة من العقول الموجودة في نقابة الأكاديمية. يعني تتوقع أنه الكتل السياسية في البرلمان والبرلمانيين من الممكن، خصوصا أنه البعض ما زال يعتبر الـ8 مقاعد الشاغرة هي جزء من استحقاق الانتخابي، تتوقع أنه يقبلون يفترض أو يقبلون بهذا التشاور؟ يفترض أنه القوى السياسية تتوقف عند هذا الحد، نعم، على حد تشكيل الكابينة الوزارية وتترك ما يتعلق بالهيئات وبالوكالات والإدارات العامة للسيد عادل عبد المهدي، سيما وأن برنامج السيد عادل عبد المهدي قد تضمن ذلك، قد تضمن القضاء على الدولة العميقة وتضمن التخلص من إدارة الدولة بالوكالة وحصر السلاح بيد الدولة والقضاء على الفقر والبطالة، وبالتالي هناك تحديات، عودة يعني على سؤالك، هناك تحديات كبيرة تواجه السيد عادل عبد المهدي، في مقدمتها هي قضية الفقر والحد من الفقر والقضاء على البطالة وكذلك مكافحة الفساد، أيضا التخلص من الدولة الريعية والاقتصاد الريعي والانتقال إلى الدولة المنتجة. النائب فاق الشيخ علي علق على هذه البرنامج الحكومي، قال إن هذا البرنامج صعب تنفيذه، لكن الإرادة القوية المخلصة والنوايا الصادقة في خدمة هذا البلد قادرة على تنفيذ هذا البرنامج. أيما يعني نعم، الوزراء السابقين هم من أجابوا منهاج لقيادة رئاسة الوزراء ومش كده تنفذ المنهج السابق بصراحة اللي تقدم من في المراحل القادمة لم سابق تقصد؟ نعم، لم يرتقي إلى مستوى الطموح، كان دون الطموح تماما. البرنامج اللي قدمه السيد عادل عبد المهدي لا، برنامج جيد شبه متكامل، ما نقول متكامل 100% لكن شبه متكامل وواقعي وقابل للتطبيق، لكن يحتاج إلى أولا دعم كبير من القوى السياسية، دعم كبير من البرلمان العراقي ووزراء خدميين فعلا، لا وزراء. كيف يمنح البرلمانيين الثقة لرئيس الوزراء اللي عنده منهاج حكومي إذ لم يكن بالمستوى؟ يعني أقصد عن المراحل السابقة، يعني أكيد البرلمانيين منحوا الثقة لأن كان المنهاج والبرنامج جيد. منحنا الثقة وكنا داعمين بقوة، لكن للأسف الكابينة الحكومية لم تكن بالمستوى المطلوب، كانت دون الطموح، كان ضعف كبير واضح عليها، وبالتالي لم تتمكن من تطبيق البرنامج. نعم نعطيهم الحق بأن كانت العراق في مرحلة حرب، كان انخفاض أسعار النفط، كان الاقتصاد متدهور، لكن هذا لا يمنع من تقديم الخدمة ولو بمستوى تقديم الماء الصالح للشرب لمحافظة البصرة. الآن نحن لماذا نقول أنه مرحلة جديدة؟ لأنه مقدماتها جيدة، أنه اخترنا الرئاسات الثلاثة بعيدا عن المحاصصة والتخندق الطائفي، اخترنا رئيس وزراء مستقل وهو أكاديمي واقتصادي، هذه هم بادرة خير. تركنا للحرية في اختيار وزراء خدميين
يتمتعون بالخبرة والكفاءة والنزاهة حتى بكرا نحاسبه، لأنه نقول له نطيناك كامل الصلاحية. نعم. تليش تلكئت لا سامح الله في تنفيذ برنامجك الحكومي، وبالتالي كلنا ثقة إن شاء الله بالسيد عادل عبد المهدي وبالكابينة الوزارية سواء التي صوت عليها أو التي تنتظر التصويت في تطبيق هذا البرنامج الخدمي. طيب يعني استاذ رزاق حقيقة يعني أنت تبدو متفائل، لكن الشارع العراقي ما عنده هذا التفاؤل اللي تتحدث عنه أنت بنفس الوقت، يعني سواء كان عن طريق اختيار الرئاسات الثلاثة، عن طريق تقديم المرشحين، كل العملية السياسية برمتها، يعني شارع لا يثق بها، يعني أيضا هذا كيف تعلق عليه؟ التفاؤل لازم أن نتفائل، يعني ما قدامنا خيار إلا التفاؤل. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفاؤلوا بالخير تجدوه. طيب. ثانيا لولا الأمل لقطع العمل. وبالنتيجة يعني أنا لما سألت عن تجربة اليابان يعني وبصراحة وجهت سؤال للسفير الياباني أنه كيف تقدمت اليابان وهي خرجت من الحرب العالمية الثانية حطام وركام، فجاوبني بالتفاؤل. قال كل اي نعم كل فرد ياباني كان يعتقد العمل والكفؤين ايضا البدايه. نعم. شنو كانت تفاؤل؟ قال كل مواطن ياباني كان يعتقد ان يوم غد افضل من اليوم. نعم. وانطلقنا. طيب. قال فاحنا لازم نتفائل. طيب خليني حتى نعم. فعلا انه انتقل الى الدكتور مهند. دكتور يعني هل هناك مبررات للتفاؤل التي يتحدث عنها استاذ رزاق؟ وايضا يعني كيف تعلق على المنهاج الحكومي لحكومه السيد عادل عبد المهدي؟ بدءا المنهاج الحكومي هو منهاج من خلال قراءته وجدنا ان هذا المنهاج متفائل جدا. نعم. لكن هذا يعني ما يؤخذ على هذا المنهاج انه ممكن ان يطلق لخطه عمل للبلد على مدى مثلا 2030 ممكن خلال 15 سنة. نرى أن المنهاج قد أعد ليس لأربع سنوات وفقا لقراءتنا للموارد المتاحة البشرية المالية إلى آخره. والعراق للتو خرج من أزمة تتعلق بحرب ضد الإرهاب إلى آخره. نرى أن المنهاج الوزاري هو خطة عمل ليس لأربع سنوات بل قد يكون لأكثر من ذلك. لذلك من الصعوبة بمكان تنفيذ ما جاء بهذا المنهاج خلال فترة حكومة السيد عبد المهدي، خصوصا وأن كما ذكرت لكم أن البلد يحتاج إلى فترة للتعافي من الخروج من. نعم. وهو خرج للتو من أزمة الحرب ضد الإرهاب. نعم. طيب يعني أيضا أسألك بالوقت نفسه عن المرأة، يعني كان هناك ترشيح لسيدتين ولم يمنحها الثقة، باعتقادك أكو نساء كفؤات من الممكن أنه يحصلون اليوم على المقاعد الشاغرة حتى يكون لهم تمثيل ممكن أكثر من وزارتين؟ نعم، الأوساط الأكاديمية والجامعية تزخر بالنساء الكفؤات، تزخر بالكفاءات على مستوى الاختصاصات، كل الاختصاصات، وبالتالي فلا يوجد أي مانع من استيزار لو حصلت التوافقية باتجاه توزير أحد هؤلاء السيدات لكان عاملا إيجابيا وعاملا مهما من أن تحظى المرأة العراقية، وهي مرأة عظيمة قدمت الكثير، لا بد لها أن تقدم ما يمكن أن تقدمه في مجالات الخدمة كافة، ولا سيما في وزارات مهمة في وزارة التربية. أغلب الوزارات ممكن أن في دول العالم الأخرى وصلت المرأة إلى أبعد من ذلك، وفي. نعم. العراق يجب أن تخضع المرأة لذات الفرص. نعم. طيب دكتور مهند الهلال نقيب الأكاديمي العراقيين، شكرا جزيلا لك. شكرا يعني جزيلا. أعود إليك أستاذ رزاق. هسه الناس تقول الوزراء توافقات سياسية، حفظ التوازن بين المكونات، يعني كيفك بالطريقة اللي أنت تريد تسميها، بس المرأة ما ممكن أن تكون جزء من هذا حفظ التوازن؟ المرأة ضحية المجتمع الذكوري
والذهنية الذكورية المهيمنة ضحية هذه القضية، وإلا يعني المرأة موجودة كطبيبة إلى جانب الطبيب، وموجودة كمهندسة إلى جانب المهندس، وأستاذة جامعية إلى جانب الأستاذ الجامعي، ومعلمة ومدرسة، لماذا لا تكون وزيرة إلى جانب الوزير في الكابينة الحكومية؟ نعم، هنا ما يمنعها ربع البرلمان بنساء، يعني بصراحة ما يمنعها من الوصول للكابينة الوزارية هي النزعة الذكورية والذهنية الذكورية اللي يتمتعون بها. طيب شلون لعد وصلت إلى قبة البرلمان؟ ربع البرلمان نساء. لو ما القانون يفرض الكوتا النسائية بصراحة أنا أقول لك هم ما وصلت، على الرغم من أن في هذه الدورة بالذات يعني أكو بعض النساء أو البرلمانيات وصلوا بدون كوتا، وهذا فد شيء ممتاز جدا، لكن يعني الأعم الأغلب تدزها إلى الأوساط النسوية في العراق. سووا كوتا على الاستئذار. بالمناسبة أنا من الداعمين للمرأة، وداعم وأؤمن تماما بدور المرأة في بناء المجتمع، وأنا ما أتفق مع الذين يقولون أن المرأة نصف المجتمع، لا، أنا أقول أن المرأة كل المجتمع، بس نصف المجتمع ما حصلت، بالتالي يعني ترشيحين هم بأنه تمثل بشكل حقيقي داخل الكابينة الوزارية وليس تمثيل صوري، جيب وزيرة وحدة وخليها يعني نكمل بها الصورة، لا، نريد تمثيل حقيقي للمرأة ومبني على مبدأ الكفاءة والمهنية والخبرة. طيب من يعني من أصل ترشيح 22 وزير مقعدين للنساء ومحضا أصلا باختصار، يعني محضا أصلا بمنح الثقة، هل ممكن بالمقاعد الشاغرة الثمانية أنه يكون أكو تمثيل أكثر؟ إذا تحدثنا مثلا عن تجارب مشابهة الحكومة المصرية مثلا بها ثمان وزيرات، يعني نتمنى على السيد عادل عبد المهدي أن يعطي دور أكبر للمرأة في الكابينة الحكومية، وكذلك في قضية الهيئات القادمة والوكالات والإدارات العامة وفي الدرجات الخاصة وفي السفارات، هناك مواقع لصنع القرار كثيرة في العراق، يمكن للسيد عادل عبد المهدي أن يعطي المرأة دور أكبر في صناعة القرار. شكرا جزيلا لك الأستاذ رزاق محيبس عضو مجلس النواب العراقي، وأيضا الشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة أخرى.